ازاي الانسان يفصل ما بين انه ضميره يبقى صاحي وانه يوصل لمسألة جلد الذات اللي يأذيه نفسيا؟ مهم جدا الانسان يبقى عارف ان كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين. يعني عادي جدا ان انا ممكن اعمل خطأ، ان انا ممكن اتدارك الخطأ. ده كونسبت مهم لازم يبقى عند الانسان. بالاضافة ان في بعض الامور الحياتية الطبيعية فلازم تفسر في سياقها. بمعنى ان احنا عندنا مثلا في مرحلة المراهقة بيبقى الشاب اللي بيبقى عنده مروق على السلطة الوالدية نرفز شوية معاهم، تبقى مرحلة يعني الشحنة العاطفية ما بتروحش للآباء بالدرجة زي ما كانت مرحلة الأطفال وهكذا. بعد ما بيموت الوالدين ويبتدي بقى احنا داخلين في عيد الأم مثلا يفتكر المواقف اللي كان بيعملها من 20 30 سنة ويجيله بقى تأنيب ضمير وجلد للذات وغرز للذات ويبقى زعلان من نفسه قوي. انا بقول له لا، يعني اقرا الموقف في سياقه. انت كنت في مرحله مثلا مراهقه كنت محتاج نوع من ترشيد السلوك دفع عنوته يمشي في سياقه. يعني في مرحله الكبر على سبيل المثال بيبقوا اهالينا في مرحله وهن شديد واحنا ممكن الحياه واخدانا شويه، فنرجع نقوله بعد مثلا ما يعني يتوفوا يا ريتني كنت رحت، يا ريتني كنت زرت، ده انا لو كنت عطيته الدواء في ميعاده كان زمانه عايش. لا، الموت والحياه ده بتاع ربنا وكله بميعاد. فلازم احنا نفسر الامور في سياقها. ده مهم جدا، مهم قوي ما نحملش نفسنا فوق طاقتنا. وده برضو جزئيه مهمه وخطيره في عمليه جلد الذات، لان لا يكلفه الله نفسا الا وسعها. عظيم. اذا زي ما حضرتك وضحت، تأنيب الضمير هو صحي، ما فيش فيه اي مشاكل. الشعور بالذنب وارد، ولكن عشان ما ياثرش ونصل الى مرحله جلد الذات واحنا بنسترجع المواقف القديمه، نشوف نحط الموقف في سياقه زي ما حضرتك قلت. يعني انا عملت موقف معين مع والدي مع والدتي في سن المراهقه، ارجع بالذاكره لان السن ده دي تصرفاته، وان كانت برضو يعني خطا في بعض الاوقات، لكن دي تصرفات سن المراهقه. يعني كل حاجه نحطها في نصابها عشان ما نوصلش بالموضوع في النهايه الى جلد ذات، وده اللي مضر. جلد الذات ده هو اللي بيؤثر نفسيا وصحيا علينا كمان.